الخير يا اللي معانا في كل مكان في العالم بيتابعنا دلوقتي 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي اكيد اللي ليها يعني متابعين في كل انحاء العالم، واحنا عارفين الاهلاويه برضه في كل انحاء العالم. صباح الفل والخير. ومشهد امبارح كان جميل جدا، انا بتكلم عن المشهد الجماهيري بجد امبارح في المباراه، يعني حاجه كانت جميله فعلا. شفنا كده الجماهير المصريه ومع كل كوره بتتلعب قد ايه في الفرحه وفي القلق وفي الخوف وفي الاكسايتمنت، في كل حاجه كانت من مشاعر امبارح فعلا. هنتكلم في كل ده، بس صباح الفل في البدايه. بونجور. بونجورين، صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم، واهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا عندك حق مليار في المية، كانت وحشانة الأجواء دي جدا، فكرة الهتافات والناس اللي بتقول النشيد الوطني، يعني فعلا كان منظر وأطفال وكبار وصغيرين ورضع، ولين شفت بيبي صغير كان موجود كمان، يعني حاجة كانت حلوة أجواء رائعة فعلا. طبعا كالعادة هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في الجزء الأول من حلقتنا عن مباراة الأمس وعن كل الأخبار المتعلقة بالمنتخب وبالنادي الأهلي والرياضة العالمية، وفي الجزء الثاني هيكون عندنا برضو كالعادة فقرتين. الفقرة الأولى هتكون عن لعبة مصارعة الذراعين اللي هي الريست مع كابتن طارق عثمان، هو بطل العالم سابقا في مصارعة الذراعين، وهو أيضا المدير الفني لمنتخب مصر لمصارعة الذراعين. وفي تاني فقراتنا هيشرفنا كالعادة وهنسعد بوجوده كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق. طبعا كابتن شريف صديق عزيز كمان علينا جميعا، شخصيه كلنا بنحبها. وبالنسبه للفقره الاولى والريست ده، يمكن احنا من واحنا صغيرين بنقعد نلعبه مع بعض. أيوة. على يعني فكره الكومبيتيشن اللي هي المستوى مش الاحترافي ابدا. أيوة. بس يعني لما تيجي بقى تخش في الاحترافيه وتتكلم هنا كمان ان في بطولات عالم بتقام ونعرف التفاصيل اكتر، في ناس يعني مثلا يقول لك كريم هي مش بالحجم، هي مش بالعضلات. صحيح. لا فعلا كنا بنلعب ريست. أيوة. مع ناس صحابنا في المدرسه يعني يمكن ارفع بكتير جدا، تلاقي لا الريست بتاعه قوي، يقول لك عصب بالظبط. أيوة. فانا هنعرف بقى كل ده. صحيح. على كل حال خلينا نبدا على كل برده حلو، نقول مبروك لمنتخب مصر، فوز كبير وفوز عظيم فعلا وصعب، هو ممكن نقول صعب كمان على منتخب الاردن، يعني كانت روحنا برده عارف بتروح كل شويه بدقيقه بتعدي واحنا يا جماعه الوضع هيبقى ازاي، النتيجه النهائيه هتبقى ازاي، لكن الحمد لله يعني اداء كان ونتائج برده عظيمه يعني من بداية البطولة. لو هنتكلم كمجمل للمنتخب ونقدر نقول لهم برضو هارد لاك للمنتخب الآخر، لكن احنا استمتعنا فعلا امبارح. الماتش كانت بدايته يمكن صعبة جدا بتسجيل الهدف في المرمى بتاعنا في بداية الشوط الأول، ولكن قدرنا ان احنا نسجل التعادل في آخر ثواني لنفس الشوط عن طريق طبعا مروان حمدي. ولازم نتكلم هنا عن برضو يا كريم تصديات الشناوي كانت رائعة جدا، يعني لولا الشناوي برضو كنا ممكن فعلا يعني يدخل فينا كذا جول مش جول واحد، بس هو انقذ المرمى بتاعتنا من اكتر من فرصه. الشوط الثاني يمكن الاداء اتغير بشكل افضل واستطعنا ان احنا نوصل للوقت كمان الاضافي ونحرز بقى الهدف الثاني والثالث، عشان كده انا بقول كل دقيقه بتعدي كانت اعصابنا معاها، فاهم يعني؟ طبعا. كان الوضع مش سهل فعلا بقى. وده يرجعنا ثاني انا هوند لدور الجماهير اللي دايما صوت زائرهم وتشجيعهم عنده قدره ان هو يحرك الحجر في ارضيه الملعب، اللعيبه كانت بتاكل النجيله بالمعنى الحرفي عشان تكسب وعشان تفرح الجماهير الجميله اللي كانت منوره المدرجات. وطبعا الماتش الجاي ان شاء الله هيكون لقائنا امام تونس في نصف النهائي، واللي هيكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، برضو محتاجين دعم ومسانده الجماهير بقوه في المدرجات، وباذن الله خطوه بخطوه منتخبنا يصل للنهائي، وباذن الله خطوه بخطوه نتوج بالبطوله. وطبعا ده هدفنا، وتبقى يعني ايه عاده بقى، تبقى العاده ده هي ربنا ما يقطع لنا عاده. أيوة. يعني هتكون ايه، تعالي نسميها مجازا كده، بدايه مبشره مع كيروش بالعوده لمنصات التتويج مره ثانيه عشان ندخل بقى في الاكثر جديه بعد كده في امم افريقيا والمباراه الفاصله المؤهله للمونديال، وحدوته طويله عريضه ربنا يصلح الحال ان شاء الله ويكرمنا فيها. طبعا ما ينفعش برضو نعدي كده الملف ده غير لما نتكلم شوية عن تصريحات كيراش ونشوف التويتة كمان اللي هو عملها، اللي تقريبا اكتر من مش عارفة كان وصلوا المليون دلوقتي ريتويت عملت بعد التويتة اللي هو كتبها. بس خلينا نروح لأهم التصريحات، انا وكريم يعني حبينا برضو ننزلها. اتكلم في البداية عن سعادته الكبيرة بالفوز، وهو قال ان اللعيبة كمان حاولت ان هي تخلق فرص عديدة وده كان ظاهر في أرض الملعب. بعد كده تحدث عن الأردن، قال الأردن بدأت المباراة بشكل جيد جدا واستحقوا إن هم يسجلوا، كانوا مركزين كمان في الملعب، لكن إحنا اللي استطعنا يعني نهاية أو إن إحنا ننهي المباراة لصالحنا. يمكن اللي موجودة دي التويتة اللي بقول لحضراتكم عليها، كان بيتكلم what an amazing comeback, our performance finished in style, powerful and with a deserved result, well done boys, very much proud of your commitment and attitude. بصراحة
كلام محترم وفي تشجيع وفي ايجابيه. ايضا تحدث ان هو لو هنتكلم عن حمدي فتحي، لان برضه سئل عن حمدي فتحي وقال لم ننتهي من التقييم الطبي الدقيق لحمدي فتحي. ده بقى الجزء المهم. الاضافه بقى اللي هو قالها، قال بالتاكيد ارتكبنا اخطاء وهذا ما تفعله الفرق الاخرى، ولكن إذا أعدنا التفكير وغيرنا اللاعبين فهؤلاء اللاعبين إذا لم يخطئوا ويلعبوا فلن يتعلموا. أنا عجبتني دي بصراحة، يعني ناس كتير كانت بتقول لك هو احنا لسه هنجرب، هو احنا بس هو بيتكلم على فكرة، خلي اللاعب ينزل ويجرب ويغلط عشان يتعلم. فنقطة كانت برضو كان بيتكلم بشكل صراحة موضوعي للأمانة، يعني بشكل موضوعي ما فيهوش بقى أي مجال لللبس. يعني الراجل قال لك كان عندنا أخطاء وتعلمنا منها. أنا لاحظت إن كان في مثلا مسافات كبيرة ما بين الخطوط المختلفة، ودي برضو حاجة هنراعيها في اللي جاي. فكرة إن هو يقول كده وبشكل صريح في مؤتمر صحفي برضو نقطة تحسب له الحقيقة. بالظبط بالظبط. خلينا بقى ننتقل لأزمة أخرى، وهي أزمة الأهلي مع تعارض مونديال الأندية وكأس العالم. إحنا يمكن أنا وكريم برضو ذكرنا ده الأسبوع اللي فات، لكن ذكرناه بشكل سريع. لكن امبارح بقى أرسلت إدارة النادي خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بتطلب فيه اطلاع الاتحاد بمسؤولياته والعمل على حل المشكلة اللي بتواجه المنتخب الوطني عندما يشارك في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، ده في الفترة ما بين 9 يناير ل 6 فبراير 2022. كذلك فريق الأهلي عندما يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 حتى 12 فبراير القادم. وتبين منذ فترة تعارض مواعيد البطولتين، الأمر اللي بيترتب عليه عدم قدرة المنتخب الوطني على الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين في كأس الأمم، أو فقدان فريق الأهلي عددا كبيرا من لاعبيه لعيبة أعضاء الفريق القومي عندما يشارك في كأس العالم للأندية. ده بالإضافة أو ده غير أن الأهلي هيفقد أيضا لاعبيه المحترفين اللي بيشاركوا في منتخباتهم أو منتخب بلادهم، زي عندنا المغرب ومالي في كأس الأمم وتونس كمان. كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم مفروض هيحدد مواعيد نهائية بقى لاستلام قوائم الفرق المشاركة في مونديال الأندية. فيعني فعلا مشكلة كبيرة جدا ومحتاجين حل، وحل سريع عشان نبقى عارفين برضو الجداول هتمشي ازاي. وبعدين متكرره يا نهاوند، لا لشيء غير لان الاهلي قدروا ان هو يشارك في كل البطولات، ولاعيبه النادي الاهلي لازم تلاقي ان هي القوام الرئيسي في المنتخب المصري. هي معضله فعلا للنادي الاهلي. طب بالمناسبه برضو خلينا نكمل مع حضراتكم بيان النادي الاهلي. بحسب ما جاء في خطاب الاهلي انه سبق انه قام بمخاطبه اتحاد الكره منذ فتره طويله للعمل على حل هذه المشكله وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص سواء للمنتخب الوطني او للنادي الاهلي، لكن لم يتلقى النادي اي ردود ايجابيه من اتحاد الكره حتى تاريخه. واضاف الاهلي في خطابه انه على مدار تاريخه دائما ما يكون داعما لكافه المنتخبات الوطنيه في كل المناسبات سواء كانت وديه او رسميه، ولم يتعلل يوما بلوائح الفيفا اللي بتنظم استدعاء اللاعبين الدوليين للمنتخبات. لكن الاهلي في هذه البطوله في حاجه شديده لكل لاعبيه عندما يواجه ابطال القارات في مونديال الانديه، لا سيما انه يخوض هذا المعترك الكروي وهو يعتز بوطنيته وبتمثيله لبلاده، بل تمثيل قاره افريقيا باكملها. واكد النادي الاهلي في خطابه انه بيثق بان اتحاد الكره سيكون داعما ومساندا له مثلما يدعم كل الانديه التي تمثل مصر في كافه المحافل القاريه، وبيتطلع للتحرك الفوري لايجاد حلول واقعيه تمنح النادي الاهلي احقيته في الاستعانه بكل لاعبي. على كل حال اكيد هنتابع الملف ده مع حضراتكم، ولما يجد جديد فيه اكيد هنطلع ونتكلم فيه، مش بس في 10 الصبح في الاهلي، على قناه الاهلي في العموم. نروح بقى لخبر ثاني حلو، ولشان امبارح فريق العاب القوى بالنادي الاهلي تحت 20 سنه توج ببطوله الجمهوريه الكاس اللي اقيمت خلال الفتره من 9 ل 17 ديسمبر بالمركز الاولمبي بالمعادي. توج فيها فريق الاهلي شباب وشابات بالبطوله. فريق الشباب حقق 9 ميداليات ذهبيه و11 فضيه و10 برونزيات. شايف الارقام؟ بيحصل هنا على المركز الاول في الترتيب العام، وبعدين بياتي بعد كده خلفه يعني نادي سبورتنج في المركز الثاني. لو رحنا بقى لمنافسات السيدات، تمكن الاهلي من الحصول على برضه المركز الاول في الترتيب العام بعد ما حصلت لاعبات الفريق 7 ميداليات ذهبيه و8 ميداليات فضيه و6 برونزيات، فيما جاء الزمالك في المركز الثاني. تاني. نعدي الخبر عادي كده؟ لا ناخد تليفون. ما يصحش طبعا، ده حتى الناس تاكل وشنا. لازم نبارك ويعني ونعرف برضو اللي جاي ان شاء الله ايه، وفتره الراحه وغيره وغيره. كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي، صباح الخير عليكم والف الف مبروك علينا كابتن ياسر. صباح الخير عليكم والف مبروك عليكم وعلى كل امور النادي الاهلي.
بتفرحونا دايما والله العظيم، وبنشعر بفخر، وعندنا لعيبه اقوياء جدا. ونيجي نتكلم، ما بنتكلمش مثلا على شباب بس ونقول يا حرام الشابات المركز الثاني، لا، شباب وشابات مراكز اولى. فيعني الكلام ده وراه جهد، وراه تعب، وراه يعني تضحيه. خلينا نعرف منك برضو يا كابتن ياسر. والله احنا الحمد لله زي ما يعني وعدناكم كل الاولويه، الحمد لله محافظين الاول على الصدر باستمرار. طبعا بطوله كاس بيحسب الاخرى النقط يعني الثمانيات، طبعا يعني بتحديدا المركز الاول لكل اللاعبين هو اللي بيفرق في النتائج. عندنا 22 مسابقه بنين و22 مسابقه بنات، بيتم احتساب ميداليات الذهب لكل انديه مصر، اللي حصل اكثر عدد هو اللي بيكسب البطوله. فطبعا زي ما انتم شفتوا كده قلت تقرير ان احنا الحمد لله بالنسبه للبنين والبنات حصلوا على اكبر عدد ميداليات ذهبيه على مستوى الجمهوريه، وكذلك الفضيه والبرونزيه. وبناء عليه الحمد لله حفظنا على مركزنا في تحت 20 سنه المركز الاول الحمد لله. وعندنا برضو اولادنا اللي جم مع حضراتكم من اسبوع بتوع الزانه كسروا رقم مصر في الزانه. عندنا اثنين ناشئين ممتازين جدا جدا جدا، واحد اسمه كريم والثاني اسمه تامر. الحمد لله حققوا 4 متر و80 سنتي في ارتفاع و4 متر 75. وفي بنت اسمها شاهد برضو كانت معانا من اسبوع 10 ايام عملت 3 متر 55 سنتي. والحمد لله اولادنا كلهم ابطال، والحمد لله يعني البطوله كانت صعبه قوي يوم وثاني يوم، بس ثالث يوم الحمد لله النهائيات فرقنا يعني كالمعتاد الحمد لله. اولاد النادي الاهلي في المواقف دي بيثبتوا وجودهم، والحمد لله حاجه تشرف يعني طبعا كل الناس. ومنتخب مصر 80% منه من هؤلاء اللاعبين واللاعبات، والحمد لله الحمد لله كعهدنا دايما حافظنا على المركز بتاعنا الحمد لله. كابتن ياسر انا عندي سؤال وهختم بيه لو في اجابه يعني. هو احنا ليه او ليه بيتميز دايما النادي الاهلي؟ ايه اللي بيميز دايما النادي الاهلي ان احنا دايما بنحصد يعني المراكز الاولى في الرياضات المختلفه؟ ده راجع لايه؟ راجع لان احنا دايما يعني الارث اللي احنا تورثناه ان احنا واخدينها جد، ما بنهزرش في تدريباتنا في اختباراتنا في اختياراتنا للعناصر اللي تمثل النادي والفانيلا الحمراء. دايما بتبقى بتخضع لمعايير مظبوطه، وبالتالي الحمد لله الحمد لله زي ما حضرتك قلت في كل الرياضات دايما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيكلم جوانا بالخير، ان احنا يعني بنتعب ولادنا بيتعبوا جامد وعندهم الروح التنافسيه مش عايزوا اكتر من كده العاليه. الحمد لله بنحافظ على تكتيكنا ودايما بنتقدم كل بطوله بنحسن ارقامنا ونتائجنا الحمد لله. دي حاجة فعلا مش بس حضرتك اللي بتقولها، دي لما بنسأل أي بطل من أبطالنا في أي رياضة إن كانت بنستضيفهم هنا أو حتى بنقابلهم فعلا بيقول لك روح النادي الأهلي. فدي حاجة يمكن مش ملموسة على الإيد ولكن هي بتتحس، هي موجودة يعني، هي ليها تواجد، هو ده اللي إحنا عايزين نقوله، وفعلا مؤثرة على الملعب. فيعني حاجة فعلا محترمة جدا. على كل حال نشكرك ومبروك مرة تانية يا كابتن ياسر. ف ولا انت ليك راي تاني؟ والله يا ست كل انا اتفق معاكي بهذا الاطار. كريم بجد فعلا. ايوه طبعا. بصي هي روح الفانيلا الحمراء. ايوه بس تحاولي تفهمي بقى ايه تفاصيلها، صعب جدا. صح. هي ما بتفهمش تفاصيلها غير اللي لابسها وبينافس باسم النادي الاهلي في اي رياضه من الرياضات في اي مسابقه من المسابقات. يكون مستواك اقل، تكون ما اخدتش فتره الراحه الكامله، تكون ما اتدربتش، تكون ما عملتش معسكرات في اي رياضه، برضو انت لما بتجيلك الروح دي حاجة عجيبة او بتسيطر في الملعب بجد بتفرق جدا. ف يعني شفناها وفرقه في سكورز، ف حاجة محترمة بصراحة. ربنا يديمها علينا نعمة يا حضرة. أيوة. نروح بقى معاكم دلوقتي للدارسين المشاركين في برنامج الإدارة الرياضية القائم بين النادي الأهلي وبين الجامعة الأمريكية بالقاهرة. امبارح نفذوا جزء من هذا التدريب العملي الخاص بالبرنامج من خلال زيارتهم لمقر النادي اللي قابله من خلالها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وشوية تفاصيل كده نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. اتفضل. مسؤولية النادي الأهلي اتجاه مجتمعه نفسه، يعني ودي واحدة من المسؤوليات الضخمة. أي نادي كبير بحجم النادي الأهلي في القارة الأفريقية أو في العالم لازم يكون هو كمان قادر ينخرط في مسؤوليته تجاه المجتمع اللي هو بيعيش فيه. عندنا افتتاح 3 صالات في الشيخ زايد. أحد المشاكل يعني إيه مسؤولية مجتمعية ببساطة كده، دايماً إحنا بنبص على الجانب ده بشوية يعني ببساطة، لكن هو جانب معقد جداً، والنادي الأهلي في الحقيقة على مدار تاريخه بيقوم بيه بدور مميز. إحنا فكرة المعايشة عندنا موجودة،
بنعملها بقالنا سنتين دلوقتي في الاداره عندي بالذات، يعني يعني حد ما اعرفش الاعلام عندهم القصه دي ولا لا، بس عندي موجوده برضو. فممكن برضو نفس الكلام مع السي فيز اللي اتبعت على الاداره عندنا، هنتكلم مع النادي ومع مجلس الاداره ومع الشركه ان مع الجامعه كمان ان احنا يكون في برايورتي ليكو في المعايشات، بس كل حد يقعد اسبوعين يبقى في كذا اداره تعرف بس ماشي ازاي. احنا بنكمل بقيه الخطوات بتاعه الدبلومه الرياضيه اللي الاهلي بالتعاون مع الجامعه الامريكيه بالقاهره، احنا بنكمل الخطوه الاخرانيه ان احنا بنعمل لكل الطلبه اللي قدموا وخدوا الكورس ده ان احنا بيجوا النادي الاهلي بيبقى يوم في محاضره، المحاضره دي عباره عن الاداره التنفيذيه ممثله في دكتور سعد شلبي، بيدي فكره عامه عن النادي ماشي ازاي بالاداره التنفيذيه والتنسيق مع مجلس الاداره يكون ازاي. الحاجة التانية في إدارة ممثلة، إدارة التسويق ممثلة الكابتن أمير توفيق، وكمان إدارة التعاقدات مع أمير توفيق، وإدارة الإعلام ممثلة مع أستاذ أحمد أبو طالب النهاردة الممثل عن أستاذ جمال جبر. فإحنا بنتكلم بالضبط الإدارات دي إيه بتعمل إيه وإيه دورها في النادي وإيه الفايلات اللي هي شغالة عليها وإيه الريسبونسبيلتيز والمهام والمسؤوليات اللي هي بتكون بتعملها عشان ندي الطلبة أوفر فيو كده والنادي بيعمل إيه. طبعاً لما نستفاد من حاجة أكاديميكلي لما ما بنبقاش عارفين قوي الإكزامبلز، فلما جينا النهاردة عرفنا أكتر اللي إحنا أخدناه أكاديميكلي بيفيدنا إزاي وهنحتاج نعرف إيه أكتر عشان لما نيجي نشتغل نبقى معانا ريل لايف إكسبيرينس مع الأكاديميكس اللي إحنا أخدناها. انا كنت فاكره في الاول ان اكاديميكلي كل حاجه لما بناخدها هتبقى نفس الحاجه في الحقيقه، بس من الكونفرسيشنز اقتنعت انه لسه في حاجات كتير قوي ممكن نعرفها وان احنا مش محتاجين بس دبلوماز او ام بي ايز او حاجه، محتاجين برضو الاكسبيرينس وري لايف. يعني ممكن حتى ناس اتكلمت في ان يبقى في فتره معيشه لينا في المكاتب ونعرف اكتر اللي بيحصل على ارض الواقع عشان نعرف بعد كده نطبقه احسن. طيب خلينا بقى نروح لليفربول اللي حقق فوز صعب كان برضو امبارح على أستون فيلا بهدف وحيد ضمن هنا منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. طيب الفضل رجع لمين امبارح؟ كلنا شفنا ده، الفضل أكيد رجع لمحمد صلاح وبكده يرفع ليفربول رصيده ل 37 نقطة، بيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميوم ليج بفارق نقطة واحدة، ده خلف طبعا المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي اللي تغلب بدوره برضو على ضيفه فريق ولفرهامبتون بهدف وحيد ده في المقابل. توقف بقى رصيد أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد أسطورة الريدز السابق عند 19 نقطة، وده كان برضو أمر غريب جدا عشان يشغل المركز ال 12 ده حتى هذه اللحظة. برضو يعني في البريميوم ليج في مفاجآت ما زالت مستمرة طبعًا. يعني حاجة غريبة فعلا. وبما أن أنت فتحتي باب الحديث عن ابننا محمد صلاح اللي مصيطنا في كافة المحافل الدولية، خبر اللي جاي برضو ليه علاقة بمحمد صلاح. تدرس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وجه الشكر لمحمد صلاح نجم ليفربول على موقفه الداعم حول إلزامية الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد والجهود اللي بتبذلها المنظمة في الحفاظ على حياة المواطنين. علق تدرس على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على تصريحات صلاح وقال نصل: شكرا محمد صلاح على كلماتك الداعمة، تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح بما في ذلك فيروس كورونا، نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر كورونا في كل مكان في العالم. وده طبعا كان ردا على تصريحات سابقة لمحمد صلاح عن أهمية الحصول على لقاح كورونا، وقتها قال: هم يعرفون أفضل منا إذا كان اللقاح فعال أم لا، مثلما لا يناقشوننا كلاعبين في كرة القدم لماذا مررت هذه الكرة بتلك الطريقة. طبعا كلام محترم جدا من محمد صلاح لدعم الحصول على اللقاح، وده دوره الحقيقة، لأن احنا مش بنتكلم على لاعب عادي تقليدي من الصنف اللي فيه منه كتير، احنا بنتكلم على أيقونة وملهم لملايين الشباب في كل أنحاء العالم، عرب وغير عرب، مصريين وغير مصريين. طب بص بقى يعني تعالوا نروح نشوف الجماهير كمان قالت إيه، قالت إيه بعد برضو المباراة بالأمس عن مو صلاح. مثلا قال هو طبعا تلقى إشادة واسعة جدا من الجماهير، وكمان فكرة هنا عبر تويتر وعبر السوشيال ميديا إن جنرال، يعني حد كتب الأعظم في التاريخ مو صلاح آلة تهديفية، واحد تاني كتب مو أفضل لاعب على الكوكب الآن، واحد ثالث كتب امنحوه عقدا جديدا، اتفق معاه بقى يعني واحد رابع مغردا رابعا قال صلاح كان بإمكانه تقديم 3 تمريرات حاسمة على الأقل اليوم، أعطوها العقد واتركوه يوقع بالراتب وعدد السنوات التي يريدها.
بصراحه ده مش كلام المغرب ده، بس هي عايزه اقول لك يعني محللين وناس يعني عمالقه في كره القدم يعني بيتحدثوا ان ازاي لحد دلوقتي محمد صلاح لم يتلقى العرض حتى ولو هيكون هو الاغلى عالميا دلوقتي يعني من العقود. طبعا نتكلم في الدوري الانجليزي، فليه لا؟ هو اصلا من غير محمد صلاح برضو ليفربول ما هي ارقامه؟ معلش خلينا نتكلم، احنا ممكن على فكره نعمل جدول بالموضوع ده، محدش هيطلع يعني من جيبه جوز دولارات غير في محلهم، ولو مش عارفين ان محمد صلاح يستحق وجدير بكل قرش ما كانوش هيطلعوه. برضو من الحاجات اللي عجبتني حد كان بيتكلم عن مساهمة هنا صلاح في 30 هدف مع ليفربول بمختلف طبعا المسابقات، قالوا عنه لاعب الموسم الأوحد. يعني يا نهاوند الحاجات دي بتتنظر يا نهاوند. اه والله الحاجات دي بتتنظر يا حضرات. لا بس هنشوف طبعا، لازم الفتره اللي جايه هتشهد حسم لموضوع محمد صلاح مع ليفربول ووضع بقى، واكيد هنعرف الرقم وهنيجي نقول هنروح فين. ادينا قاعدين انت الارقام جدا. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد لحلقتنا من 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نروح على السريع كده نتعرف مع بعض على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وانشطته المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، موجوده هي حاليا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد واللي بيستعد لافتتاح مجمع الصالات الجديد، واللي اكيد بقى عشمانين فيكي هنا ان انت تعرفينا تفاصيل. وتفضلي اهلا بيك. يا هنا سمعانا؟ هنا يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، لكن النهاردة من داخل فرع الشيخ زايد. خلوني في البداية طبعا أبدأ بالحدث الأكبر لليوم وهو افتتاح مجمع الصالات بالنادي الأهلي بفرع الشيخ زايد. يعني الافتتاح هيكون الساعة 4 العصر، وطبعا مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون متواجد برئاسة كابتن محمود الخطيب ولفيف من الشخصيات الهامة. يعني ده طبعا في ضوء حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تطوير الإنشاءات داخل الثلاث أندية بتوع النادي، يعني سواء المقر بالجزيرة، فرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد. خلوني كمان أكلمكم أكتر عن الصالات اللي هيتم افتتاحها. يعني هم عبارة عن ثلاث مباني. المبنى الأول هو مبنى الجمباز وهيكون مجهز على أعلى مستوى. المبنى الثاني هو مبنى السكواش وتنس الطاولة، يعني بالتحديد هيكون بداخله 8 ملاعب للسكواش و6 طاولات لتنس الطاولة. والملعب الثالث والأخير هو مبنى الكاراتيه، وطبعا في صالة الكاراتيه بالتحديد 6 بساط. كمان حوالين المباني هيكون في طبعا منطقة جلوس للأعضاء وهي مجهزة بأعلى المنافذ، كل ده طبعا لخدمة أعضاء النادي الأهلي. كمان حابة أنوه لجميع مشاهدينا أنه هيكون في تغطية فقط وحصريا على شاشة قناة النادي الأهلي للافتتاح اليوم. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الفرق الرياضية المختلفة ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، التجمع هيكون الساعة 11 والمران هيبدأ الساعة 12، كل ده طبعا استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي اللي هتكون يوم 22 ديسمبر أمام فريق الرجاء المغربي. يعني كمان خليني أقول لكم أنه الفريق بيخوض مباريات ودية، يعني أمس خاض مباراة أمام فريق طلائع الجيش وقدر انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز هدف النادي الأهلي اللاعب رامي ربيعة. كمان هيكون في مباراة ودية قادمة أمام سموحة، كل ده زي ما قلت ضمن خطة الاستعدادات لمباراة السوبر الإفريقي اللي إن شاء الله فريقنا يتوج بيها زي النسخة الماضية. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الفرق الرياضية المختلفة وبالتحديد الألعاب الأخرى. والحقيقة هو كان ويك أند مليء بالانتصارات لفرق النادي الأهلي. يعني نبدأ برجال كرة السلة، يوم الجمعة الماضي قدروا يحققوا فوز على فريق سبورتنج بنتيجة 76-44 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. يعني الحقيقة أن كان في تألق كبير جدا من رجال كرة السلة طوال المباراة، بالرغم من أنه كان في غيابات مؤثرة يعني زي اللاعب إيهاب أمين، اللاعب مروان سرحان، أحمد حمدي وسيف صلاح، لكن الحقيقة كعادة رجال النادي الأهلي كل الموجود في الملعب بيأدي اللي عليه وفعلا قدروا ينهوا المباراة لصالحهم. كمان خلوني أفكر مشاهدينا أنه الثمان فرق اللي
اللي بتنافس على البطوله هم طبعا النادي الاهلي، نادي الاتحاد، الجزيره، زمالك، سبورتنج، سموحه، الاتصالات والتامين، لكن ان شاء الله رجال كره السله هم اللي هيتوجوا بالبطوله. يعني هم عاملين الحقيقه موسم كبير جدا الموسم ده، هم ابطال منطقه القاهره، ابطال العرب، ابطال دوري المرتبط، ان شاء الله كمان هيكونوا ابطال دوري السوبر وكاس مصر. يعني سكواد النادي الاهلي كبير، والحقيقه سكواد على اعلى مستوى، وان شاء الله هيحقق البطوله. كمان سيدات كره السله قدروا يحققوا فوز امس على فريق 6 اكتوبر بنتيجه 117-75 ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطوله دوري السوبر. أما عن شباب كرة السلة 14 سنة فقدروا أيضا يحققوا فوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 75-73 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني الحقيقة كانت مباراة صعبة، يعني الفريقين كانوا بيلعبوا بندية شديدة، لكن شباب كرة السلة قدروا يحسموا المباراة لصالحهم. كمان سيدات كرة اليد بيستمرون في التألق الحقيقة، يعني أمس قدروا يفوزوا على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 34-16 ضمن منافسات بطولة الدوري، وبيستمروا بقى في سلسلة الانتصارات. يعني هم حتى الآن محققين العلامة الكاملة بالفوز على في جميع المباريات. كمان خلونا بقى نروح للعبة كرة الطايرة. رجال كرة الطايرة فريق الماسترز بيحقق فوز على فريق الزهور بنتيجة 3-0 في بقى رحلة الحفاظ على لقب الدوري. يعني دي تاني مباراة لي في الموسم، طبعا المباراة الأولى كانت أمام فريق الإعلاميين وقدر أيضا ينهيها لصالحه بنتيجة 3-0. وكمان سيدات كرة الطايرة يعني فتيات الذهب قدروا أيضا يحققوا فوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-0، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى معانا خبر عن طبعا الطفله المعجزه او الفتاه المعجزه هنا جوده، وهي بتتوج بفضيه العالم لناشئي تنس الطاوله تحت 15 سنه. يعني انجاز جديد بتحققه اللاعبه هنا جوده، والحقيقه ان هي دايما بتخلينا فخورين بيها، والحقيقه شيء مشرف جدا طبعا عزف النشيد الوطني في المحافل العالميه. بنتمنى لها طبعا مزيد من التالق والانجازات. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على كل الأخبار الحلوة اللي تفرح واللي تشرف دي. صباح الفل عليك وشكرا جزيلا ليك. طيب خلينا ننتقل دلوقتي لمقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا نورهان تمان عشان نعرف برضو أخبار الرياضة في الصحف والمواقع المختلفة، وهيكون معها كمان ضيفنا الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع. نورهان طبعا بصبح ليكي أنا وكريم، ودلوقتي كل جماهير 10 الصحف الأهلي بتتفرج وبتتابع، ويمكن يعني اطلاعي كده أنا وكريم على المنشطات المختلفة، طبعا منشطات كتيرة بتتحدث عن مباراة أمس، ويعني تعقيب كمان عن أداء المنتخب المصري تحديدا، وكمان عايز أنتقل معاكي للديربي اليوم بين ريال مدريد وأتلتيكو. خلينا نعرف منك التفاصيل، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلت نهواند، احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ومعانا الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع الأستاذ رامي عبد الحميد هيعلق على المنشطات اللي معانا. خلينا نقول لكم المنشطات، وأول منشط معانا من جريدة المساء: الفراعنة عبروا موقعة النشامة بجدارة. وتاني منشات معانا من جريدة الشروق: ذهبية ثالثة لمصر في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب بأوزبكستان. أما ثالث منشات معانا فمن جريدة الشرق الأوسط: انتصارات بشق الأنفس للمتصدرين الثلاثة مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي. واخر خبر معانا عن زي ما قلت يا نهواند ديربي مدريد بين ومباراه يعني متوقع انها تكون قويه ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، ديربي ناري بين ريال مدريد واتلتيكو في الدوري الاسباني الليله. ده كان منشط اليوم السابع. للتعليق على اخبارنا معانا طبعا زي ما قلنا لكم الناقد الرياضي الاستاذ رامي عبد الحميد. رامي بنرحب معاك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين والزملاء في الاستوديو كريم ونهواند. رامي احنا طبعا يعني مباراة مصر والأردن امبارح شفنا يعني مشاهد كتير قوي خرجنا منها، سواء بإشراك لاعبين كتير يمكن الجمهور المصري ما كانش يعرفهم كويس، وطبعا يعني رحنا الاكسترا تايم، ويعني اتكلمنا عن تفاصيل المباراة.
الحقيقه انا شايف ان البطوله مشاركتنا فيها كانت ليها مكاسب كبيره جدا. اعتقد مستر كروش والجهاز الفني نجحوا في ان هم يوصلوا رسالتهم في ان هم يعيدوا اكتشاف بعض اللاعبين وما يبقاش المنتخب قاصر على بعض اللاعبين في مراكز معينه. اصبح دلوقتي عندنا اكتر من لاعب في المركز واكتسبوا الخبره الدوليه واكتسبوا فكره ان يلعب في بطوله كبيره مع منتخبات كبيره. اعتقد ان احنا كسبنا لاعبين زي مروان لاعب امبي اعتقد من اللي هيبقى ليهم مستقبل وهيبقى ليهم صراعات ما بين الانديه خلال الفتره اللي جايه. اعتقد مروان حمدي برضو اثبت ان هو يقدر ان هو يعني يشارك مع منتخب مصر اكتر من لاعب. الحقيقه مش عايزين ننسى حد، لكن التجربه في مجملها تجربه ممتازه بالنسبه للمنتخب الوطني. بعيد عن النتائج احنا الحمد لله حققنا نتائج جيده في البطوله. يبقى ان احنا ان شاء الله هنلعب تونس، مباراة طبعا مش سهلة، مباراة صعبة جدا. منتخب تونس منتخب قوي عنده لعيبة على أعلى مستوى، معظمهم كلهم أو يعني هم المنتخب الأساسي أو المحترفين يعني، فبالتالي مباراة مش سهلة على منتخب مصر. لكن أنا بعتقد إن مستر كروش نجح في خطته ونجح في تجربته، والأهم من ده إن لازم الناس تدعم ولازم الناس تساند المنتخب خلال الفترة الجاية إن شاء الله. طيب أنا عايز أسألك سؤال في المباراة القادمة مصر وتونس، واحنا شفنا كارلوس كيروش استخدم او يعني وضع عمر كمال عبد الواحد في مركز الباك اليمين، من يعني كان اكرم توفيق كان احيانا بيقوم بهذا الدور. مواجهه زي مواجهه اكرم توفيق وعلي معلول نجوم النادي الاهلي مع بعض، هتكون شايفها ازاي؟ هيكون الغلبه لمين؟ طبعا هو لسه مش مؤكد عليه معلول هيبقى موجود في منتخب تونس او هيشارك مباراه ولا لا، ولكن هي مباراه طبعا يعني هما الاثنين فاهمين بعض كويس، او اكرم ومعلول عارفين بعض كويس وبيشاركوا مع النادي الاهلي بصفه دوريه يعني في التدريبات او في النادي. فاعتقد ان هي مواجهه مش 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 بسيطه يعني، واكرم لعيب قوي جدا، لعيب طبعا هيبقى عنده تعليمات من اكيد من النادي الاهلي فاهمين بعض كمان. بالظبط، اكيد برده هيبقى عنده تعليمات من النادي الاهلي ما يحتكش اكتر ب علي معلول برضو حرصا على سلامته، لان عندهم النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم 22 ديسمبر مع رجاء المغربي. فاعتقد ان هي برضو مواجهه مش سهله. لكن انت كنت بتتكلمي على عمر كمان عبد الواحد، عمر كمان من اللعيبه برضو اللي تم يعني المنتخب كسبهم وقدر ان هو يعيد اكتشاف نفسه في مركز اخر وادى بشكل كويس مع منتخب مصر في الفتره اللي فاتت. فاعتقد ان في اكتر من لاعب، مش عمر كمان بس ولا مروان حمدي، في مجموعه كبيره جدا اعتقد ان منتخب مصر كسبهم. شفنا عمرو شفنا ايمن اشرف في مركز مش في مركزه في احدى المباريات مباراه الجزائر. اشرف برده نفس الكلام برده، يعني اقصد ان مستر كروش راجل شغال وبيحاول ان هو يعني يشوف بدائل للعدد عدم وجود اللاعبين المحترفين او الاساسيين. فاعتقد ده شيء ايجابي بالنسبه لمنتخب مصر. نتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه تبقى افضل بالنسبه لمنتخب مصر ان شاء الله. تاني خبر معانا عن كاس العالم للسلاح، الالعاب الفرديه بقى لنا فتره كبيره يمكن بنشوف نجاحات كبيره تجاه الالعاب الفرديه، هل لازال الاعلام مقصر تجاه الالعاب الفرديه؟ يعني يمكن طبعا التقصير بدا يقل طبعا في الامور الخاصه بالالعاب الفرديه، لكن اعتقد ان انجاز كبير زي اتحاد السلاح، واحنا طبعا بنهني الاتحاد وبنهني اللاعبين برئاسه المحترم الكابتن عبد المنعم الحسيني. اعتقد ان ده نتيجه لعمل وجهد مش من فراغ او من وقت قليل، لا هم بيشتغلوا بقالهم الحقيقه 4 سنين تقريبا بشكل كويس. اعتقد ان ده ان شاء الله يعني ثمره كويسه بالنسبه لله لان هم يشاركوا في الاولمبيات يقدروا ان هم يحققوا نتائج كويسه ان شاء الله. ماراثون ما بين مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، سريعا كده يا رامي، انت يعني شايف يعني الفتره اللي جايه مين اللي قادر على ان هو يفضل متصدر لجدول المسابقه؟ طبعا الدوري الانجليزي. هو الحقيقه طبعا الدوري الاسباني يعني اسف الدوري الانجليزي مانشستر سيتي تشيلسي ليفربول الصراع هيفضل موجود لحد النهايه، ويمكن هم ماشيين مع بعض يعني من اول الموسم بشكل قوي جدا. احنا اللي يسعدنا طبعا ان ليفربول تبقى موجوده في المقدمه، الحمد لله محمد صلاح حاليا هو متصدر قائمه هدافي الدوري الانجليزي. اعتقد ان الصراع مش هينتهي، مانشستر سيتي عنده قوه كبيره جدا، تشيلسي ليفربول
الصراع هيفضل موجود، واحنا يعني كمان كمحبين لكره القدم مستمتعين بهذا الصراع، لكن يبقى ان شاء الله ان ليفربول يحقق البطوله عشان محمد صلاح يحقق انجاز ما حققهوش اي لاعب عربي ولا افريقي. طيب اخيرا بقى، وده اللي كانت بتكلمني فيه نهوان، ديربي مدريد بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، انتعاشه كبيره لريال مدريد تحت قياده طبعا انشيلوتي في الفتره الاخيره، واتلتيكو مدريد حامل اللقب، شايف المباراه النهارده ازاي؟ لا طبعا هي خلاص، هي دي بقت قمه الدوري الاسباني، اعتقد ان برشلونه خرج من المشهد تماما، انتهى خلاص فكره برشلونه وريال مدريد، اعتقد ان اتلتيكو مدريد هو والريال هم اللي بيتصارعوا على الصداره او على الدوري، لكن صعب التكهن بالمباراه. اتلتيكو مدريد معاهم مدرب على اعلى مستوى سيميوني طبعا، ونفس الكلام ريال مدريد عنده لعيبه مميزين ومدير فني انشيلوتي طبعا مدرب على اعلى مستوى، اعتقد ان المباراه هتبقى ممتعه بالنسبه اللي بيتابعوا الدوري الاسباني، لكن هيبقى فيها اكيد يعني جزء تكتيكي فيها وجزء مقفول في بدايه المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله نستمتع ونشوف مباراه مهمه بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي بجريده اليوم السابع، بشكرك جدا ونورتنا في قناه النادي الاهلي. شكرا جدا. شكرا. دي كانت أبرز أخبارنا، وكان معنا الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع الأستاذ رامي عبد الحميد. دي كان كل منشطاتنا النهاردة. أنا هواندو يا كريم، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. يعني تغطية رائعة، وبنشكر ضيفك الأستاذ رامي، شكرا لك جدا يا نورهان. شكرا. فقرة الإخبارية الأولى كده انتهت، هنروح فاصل سريع جدا وحضراتكم نرجع نكمل معاكم الفقرة الحوارية الأولى وهي عن الرست، يعني ونعرف التفاصيل زي ما كنت بقول أنا وكريم في بداية الحلقة، إيه أصل اللعبة دي وإيه أصلا يعني برضو مقاوماتها، وهل القصة بتعتمد على الحجم والعضلات ولا على العصب أكثر؟ كل ده بعد الفاصل. فقرة بجد جميلة جدا، لأن احنا دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم مع ضيفنا يعني والكواليس وغيره، كنا بنتكلم وسمعنا حاجات حلوة قوي، لما حضراتكم هتعرفوها بجد هتنبسطوا. منتخب مصر لمصارعة الذراعين أو الرست يعني زي ما هي درجة، حصل مؤخرا على فضية بطولة العالم اللي أقيمت في بوخارست. هنتكلم عن الكواليس وعن الاستعدادات طبعا بتاعة منتخبنا عشان يحققوا كمان المركز ده، وإيه المنافسات القادمة، واصلا هو في منتخب للرست ده؟ بقى السؤال اللي المفروض يعني عايزين اجابته، ان اكيد يعني ناس كتيره جدا مش عارفه ان احنا عندنا منتخب في مصر للرست، وكمان محقق رانكس ويعني بطولات كتيره جدا. كابتن طارق عثمان يعني بطل العالم سابقا في مصارعه الذراعين والمدير الفني لمنتخب مصر حاليا، صباح الفل. صباح الفل واهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، شرفت بيك. سعداء بوجود حضرتك، احنا اللي متشرفين بوجودك معانا، والحقيقه يعني مكسوفين الى حد ما من الحوار اللي دار من شويه، لان فكره ان انا ونهوان احنا الاثنين اول مره نعرف ان في عندنا منتخب مصر لمصارعه الذراعين، ده تقصير من الاعلام على طول ولا انت ليك راي تاني؟ والله هو مش حكايه تقصير بس، يعني احنا ما نقدرش برضو نلوم، لان الموضوع ان الالعاب الفرديه برضو مش واخده حقها الطبيعي، ولعبتنا دي لعبه شعبيه معروفه من زمان. بس احنا نبدا لغايه امتى نقول الالعاب يعني الفرديه مش واخده حقها؟ احنا جبل بنسمع الجمله في الوضع يعني ابتدينا الحمد لله دلوقتي الموضوع بقى افضل شويه من قبل كده. ده انتوا كمان عاملين شغل، يعني مش مجرد ابتدينا، ده انتوا بدايتكم قويه جدا، وفضيه بطوله العالم اللي نهاوند بتتكلم عنها حاجه مش هينه ابدا، فنستاذنك نبتدي بتفاصيل هذه البطوله وكواليسها. بالنسبة للبطولة دي بطولة العالم لمصارعة الذراعين، أقيمت بمدينة بوخارست في رومانيا. كانت مصر مشاركة بعدد 6 لاعبين. دي أول مشاركة مصرية في بطولة العالم؟ لا مش أول مشاركة، إحنا عندنا الاتحاد تم إنشاؤه سنة 92 اللي أنشأه اللواء عثمان عبد الغني، ده اللي أسسه وأنشأه هنا في مصر.
ويعني حاليا رئيس الاتحاد اللي هو محمود بركات بيقوم بمجهودات الحمد لله كويسه، واللعبه تطورت على يده الحمد لله. جميل. احنا دلوقتي حاليا شاركنا في البطوله دي بعدد 6 لاعبين وحصلنا على 6 ميداليات ما شاء الله. الميداليات عباره عن 5 ميداليات فضه وواحده برونزيه. جميل. والحمد لله انا يعني تم تكريمي هناك في هذه البطوله بالميداليه الذهبيه كافضل نتائج، يعني مسافرين ب6 لاعبين وحصلنا على 6 ميداليات. في وسط عدد من الدول كبير، يعني كان عندنا 50 دولة مشاركة في هذه البطولة، أعداد كبيرة طبعا. اللي شفناه من الاجتماع بتاع الاتحاد الدولي ان ان شاء الله ان هي على مشارف ان هي تخش تبقى أولمبية عن طريق البارالمبية الأول. أوكي. وبعد كده هتبقى أولمبية بالنسبة للأسوياء ان شاء الله. جميل. طيب يعني كابتن طارق برضو خلينا نروح شوية تفاصيل، لأن حضرتك كنت قلت لنا إن اللعبة دي أصلا من الألعاب اللي ممكن أي حد يمارسها، يعني حضرتك اتكلمت عن فئة المكفوفين والأطفال وكبار السن، يعني مفيش ورجال وسيدات، يعني برضو كلمنا عن الموضوع ده أكتر والاستعدادات المختلفة ليهم. هو الحلاوة بقى في لعبتنا هنا، أنا عايز أي رياضة تجيب لي إن اللي هم الجماعة إخواننا المكفوفين يمارسوا اي رياضه. المكفوفين دي ما فيش رياضه هيمارس طبعاً. الرياضه السهل. عندنا بيمارس الرياضه وبيبقى بطل عالم، في موجود صور وبعض الفيديوهات في بطوله العالم اللي فاتت بيشاركوا فيها. طيب غير المكفوفين، الصم والبكم عندنا برضو دي مرحله من مراحل البطوله وبيشاركوا فيها. يعني باختصار هي رياضه للجميع، باديه من سن 15 سنه البراعم والناشئين عندنا الاطفال طبعا بنين وبنات، وماشي لحد فئه الشباب، وبعد كده الشباب فوق 40 سنه وفوق 50 سنه كمان. يعني من الجنسين طبعا، سيدات ورجال غير متحدي الاعاقه، الاعاقه الحركيه، فهي شامله رياضه للجميع. صحيح. رياضه جميله جدا، انا نفسي اشوف رياضه زيها. متطلباتها مش كتير، تكاليفها كلها تذكر، تكاليفها بسيطه جدا، كل الموضوع هي الترابيزه القانونيه طبعا. احنا عارفين زمان بنلعب الريست ده في الفصل وفي المدرسه، وكنا دايما بنتنافس كده كابناء المنطقه. طبعا كنت بولع انت الدنيا في المنطقه مركز اول في المنطقه على طول. الحمد لله. عظيم. بالمناسبه احنا كنا برضو واحنا في مقدمه حلقه النهارده انا ونهاوند وبنقدم او بنعرف المشاهدين ان حضرتك هتكون منورنا، كنا بنتساءل طب اللعبه دي يلزمها ايه؟ يعني هل هي يعني هي مثلا يعني متطلباتها باي وتراي، ولا الحكايه ليها علاقه برضو بالتعبير المجازي الدارج اللي هو يقول لك ده عصب؟ يعني ايه متطلباتها؟ هو طبعا العصب اساس في اللعبه دي، لازم الواحد تكون اعصابه سليمه ويكون عصب قوي. في ناس بالفطره وبالجينات الوراثيه بتكون قويه بدون تمرين، مع التمرين بقى ما بالك مع التمرين. احنا هنا بنتكلم على العصب مش العضله. انا بتكلم دلوقتي على العصب لسه. ما دخلتش في موضوع العضلات. حلو. فبالفطره كده ناس، ما احنا من ايام زمان طبعا في ناس كانت يعني تشيل اثقال وتعمل من غير ما تتمرن. يعني دي بتبقى جينات وراثيه موجوده في البني ادم نفسه، انما احنا هنا بنحاول نجيب الموهبه دي وبننمي العضلات. ما بالك بقى يبقى في عصب قوي مع عضلات قويه اللي هي العضلات المتخصصه في لعبتها. طب عضلات وتقويها مفهومه، العصب بتقويه ازاي؟ لا هو العصب ده يعني تمريناته بتبقى عباره عن تمرينات الايزومتريك او الثبات بيسموها، ان انا بلعب بالثقل بجيب بيه التكرار بتاعي، وبعد كده في الاخر بثبت فيه اكتر وقت ممكن. فدي برضو نوع من انواع التدريبات يعني. اوكي. بالاثقال وعن طريق العقله والكلام ده كله. فموضوع التمرين بقى عشان انا انمي العضلات، لا هو مش باي وتراي بس، انا بنمي عضلات الذراع من اطراف الاصابع حتى الجسم كله مش دفاع بس. عشان انت بترتكز يعني على جزئيه معينه من الجسم وبتعتمد عليها، ولا انا فاهم غلط؟ هو ال 80 او 90% كله حمل على الذراع. لان هي لعبه اسمها مصارعه الذراع. صحيح. الذراع هو اللي بيصارع والكلام ده كله، لكن الجسم داخل فيها منطقه الظهر، البنش، الكتاف، الرجلين بتساعد. الرجلين بتساعد، لو احنا شفنا الماتشات واتفرجنا عليها هتلاقي ان في اللاعب يستخدم رجله في ان هو بيزق بالترابيزه عشان خاطر يجيب اللي قدامه. فهي شامله الجسم كله، ولكن التخصص فيها ان انا اخلي دراعاتي قويه من الكتف حتى اطراف الاصابع.
طب لما بنشوف اتنين مثلا بيتنافسوا، واحد عضلات قوي ومليان وكده وواحد رفيع مثلا، كلنا بنراهن على العضلات هو اللي هيكسب، بيحصل بنسبه كام في الميه ان الشخص ده فعلا او الشيب بتاع الجسم ده هو اللي دي بيكسب؟ فعلا محيره ناس كتير، وده تساؤل بيبقى دارج في اوقات كتير. لكن عايز اتكلم في حاجه، هو لاعب البادي بيلدينج او الجسم اللي هو القوي دوت، ده بيهتم بالشكل العضلي والمظهر بتاع الجسم. مش عايز اخش في موضوع كمال اجسام، لان كمال اجسام بيخش في اهم حاجه الحجم العضلي والديفينيشن والتقسيم بتاع العضلات، ولكن لعبتنا احنا اسمها لعبه قوه، الاتحاد اسمه اتحاد القوه، فلا يشترط فيها الحجم العضلي. ممكن فعلا واحد يكون رفيع وجسمه عادي جدا، لكن متمرن تمرينات القوه اللي هي تخص مصارعه الذراعين، فمن هنا الشكل العضلي ما بيبقاش مهتم. في ناس بتجمع بين الاثنين، نلاقي فيه حجم عضلي وفي وقت برضه من الاوقات تلاقيه ان هو قوي جدا على الترابيزه او في اللعبه بتاعتنا بتاعت مصارعه الذراعين. طب هل وارد ان الرياضي يجمع ما بين رياضتين، واحده منهم مصارعه الذراعين، يعني يبقى مثلا لعب فولي بول، باسكت بول، كره قدم، اي رياضه، بس هو عنده قوه ملحوظه في الذراعين، فدي ممكن تبقى تاهله انه يلعب او يمارس الرياضه دي كمان وبشكل احترافي؟ طبعا ما فيهاش اي مانع خالص. هي العاب القوه عموما بتخدم هذه اللعبه، او انت تحت مظله العاب القوه بالظبط كده. يعني مثلا لاعب رفع الاثقال، عندنا لعيبه ابطال عالم كانوا لعيبه رفع اثقال، حاليا دلوقتي هم ابطال العالم في مصارعه الذراعين. في ابطال جمباز، وابطال العاب قوه، وابطال ملاكمه، دول بيبقوا قريبين جدا من لعبتنا، لانه بيمرنوا دراعاتهم وبيبقى في حمل كبير على دراعاتهم، وتبقى دراعاتهم قويه بالفطره يعني. اوكي. او من عن طريق الالعاب اللي هم لعبوها قبل كده. طب كابتن طارق، يعني هل ممكن طالما الموضوع ملوش علاقه بالعضلات، العصب، راجل مع امراه وهي تكسبه؟ هو في بطولات العالم دي طبعا المراحل ليها، السيدات ليها بطوله، ما انا فاهمه، والرجال ليها بطوله لوحدها، لكن بتحصل في عندنا سيدات ابطال عالم فعلا بيبقوا اقوياء جدا جدا، وما بتفرقش حاجه عن الراجل في القوه، وممكن ان هي تكسبه فعلا. حصلت يعني كذا؟ لا حصلت بس خارج البطولات، يعني مش خارج مش في البطولات الرسميه. ده اللي كنت عايز اعرفه. اوكي. اوعى تكون حصلت معاك انت شخصيا يا كابتن طارق. طمني عليك يا كابتن طارق. ربنا يبارك لك. الحمد لله. كويس جدا. تنورتنا النهارده واسعدتنا، وكمان افدتنا بوجود منتخب مصري مشرف، مش منتخب والسلام، ده منتخب عامل شغل وفضيه بطوله العالم، وان شاء الله اللي جاي احسن. بالمناسبه اللي جاي ايه بقى؟ ان شاء الله في بطوله العالم في تركيا ان شاء الله، دي هتكون في شهر 9/2022 باذن الله، بنبتدي نحضر لها ان شاء الله من الشهر اللي جاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا في البطوله العربيه في العراق ان شاء الله في شهر 4 اللي جاي، وبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله احتمال مصر تستضيفها خلال شهر 5 أو 6 اللي جاي. موفقين يا رب. والسفر بيبقى على حساب الاتحاد والتمرينات، ولو في معسكرات الكلام ده كله في دعم من الاتحاد طبعا، وفي دعم من وزاره الشباب والرياضه، ولكن الدعم من وزاره الشباب والرياضه قليل. يعني احنا بنتمنى ان الدعم يزيد بالنسبه للاتحاد، لان ده هيفيد اللعبه. وبعدين يعني الابطال بيسافروا جزء على حسابهم؟ لا، ما فيش حتى على حسابه، بس يعني التكاليف بتبقى اقل لو احنا معانا دعم اكبر. أوكي. بدل ما هسافر بست لعيبه اقدر اسافر ب 15 لاعب، ب 20 لاعب، ده هيساعد ان مصر في التصنيف العالمي تبتدي تخش في الثلاثه الاوائل باذن الله. على كل حال انا يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، اكيد انا وكريم كابتن طارق، واتمنى يكون في حد طبعا سمعنا، لان دي حاجه مهمه، وزي ما بتقول حضراتكم يعني، او حضرتك بتقول ان انتوا لعبه بتجيب بطولات وبتجيب ميداليات، فدي حاجه ممكن تفرق فعلا مع تصنيف مصر يعني. التوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. فاصل سريع ونرجع بقى، وهينورنا كابتن شريف عبد المنعم بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقرات الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وزي ما كنا بنقول لكم في مقدمه حلقه النهارده طبعا، واكيد زي ما حضراتكم تابعتم بالامس، منتخب مصر حقق فوز مستحق على منتخب الاردن بثلاثيه ولا اروع، ليصعد بالتالي للدور قبل النهائي في بطوله كاس العرب ويلاقي منتخب تونس القوي. هنتكلم عن الرؤيه الفنيه للمباراه، وهنتكلم عن الاداء وعن النتائج، واكيد برضه هنمر كده على لقاء تم بالامس، تعادل النادي الاهلي امام طلائع الجيش امس بهدف لكل فريق في لقاء ودي جامع ما بينهم. كل الملفات دي هنتكلم فيها مع كابتن شريف عبد المنعم اللي منورنا النهارده، نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. يا صباح الفل. السابق والحالي ودايما وحشتوني بجد. ربنا يخليك. انا فتره
ودايما يا رب يكون وشنا دايما كده حلو على النادي الاهلي وبطوله جايه ان شاء الله غاليه علينا ان شاء الله. كابتن شريف دلوقتي انا مش هسال بس عن اداء المنتخب بالامس، انا عايزه اسال ده بالاضافه لقصه هنا، يعني امتى هنلاقي تشكيل بقى بتاع منتخبنا؟ هو هقول لك على حاجه، احنا بقالنا كتير قوي من سنه 2019 المنتخب ده ما اتجمعش في معسكر او على طول كان تحت الطلب من خلال الماتشات المحليه او الماتشات الافريقيه الدوليه اللي بيلعبها النادي الاهلي او المسابقات الدوليه اللي بيلعبها النادي الاهلي، على صعيد ان هو اللي بيمثل مصر دايما في بطوله العالم للانديه، كل الحاجات دي هو بطل افريقيا، فدي كانت بتبقى بمثابه اشتراكات قويه جدا. ولكن المنتخب ليس كله النادي الاهلي، يمكن 8 من النادي الاهلي، القوام الاساسي النادي الاهلي دايما كما احنا متعودين يعني، انما مدرب جديد، رؤيه جديده، نافذه على بطوله الدوري بس، ما عندوش غير كده انه يتفرج، سيديهات طبعا، حاجات بتتحضر له وبيسال على ناس معينه، توسم في ناس في الدوري كانوا في حاله جيده زي مروان حمدي كده، هو شافه مؤمن ان هو يقدر يسد في الحته دي جنب مصطفى محمد رغم الانتقادات اللي بيتعرض ليها بسبب مروان. يعني في مدربين يقول لك انا عندي رؤيه في اللعيب ده بروميسنج، يعني واعد افضل اديله كتير تحت الضغط وتحت الشغل الجامد، يعني ممكن يطلع منه خامه، هو عاجبه جسمه، عاجبه الالتحام بتاعه جيد، بيعرف يشوط على الجول، بيعرف يعمل اشتراكات، حاجات زي كده. طب هو في حال المنتخبات يا كابتن شريف في مساحه للاستعانه بلعيب واعد، ولا الاصح ان انا استعين بلعيب جاهز، ولا اكون ببني؟ هتبني في بطوله، مش بطوله بس، انت رايح على الاهم، عندك افريقيا وعندك المباراه الفاصله للمباراه الفاصله لكاس عالم وعندك كاس عالم، والفيجن والرؤيه بتاعه الراجل ده انا بحترمها جدا يعني. ولو انا جيت مكانه عايز العب واكسب بالمنتخب بدون محمد صلاح، ودي عمليه نصر. صعبه جدا انك انت لا قدر الله لو صلاح جرى له حاجه لازم ابقى طبعا جاهز بزيزو وجاهز بمصطفى محمد مصطفى فتحي، في نادي تلعب في الحته دي في المكان ناحيه اليمين ده لازم عندي واحد واثنين وثلاثه صحيح اللي هم وداسوا بقى، مش هاجي اقول لهم ايه تعالوا العبوا النهارده وهم مش مخيل الخيال بتاعهم ان محمد صلاح حاجز حاجز وكل حاجه من احسن لعيبه العالم يعني. طب ف تريزيجيه جاي، مرموش هيكون جاي، الاصابات بقى هي اللي بتحدد لك الرايح جاي. الراجل ده لسه بنتكلم في حمدي فتحي فعلا برضه، شفت حمدي فتحي وشفت السوليه عامل ازاي؟ لم ارى السوليه في حياتي بهذا الجمال وهذا الاداء وهذه المسؤوليه، رجل المباراه، لا هذه المسؤوليه، الاشاره دي هو عارف قيمتها كويس قوي طبعا، فبيلعب على الاساس ده، متحمل كل المباراه، متحمل كل حاجه في ففي روح كمان بتخليك زياده، الراجل ده بيبس الروح في ناس انت ما تعرفهاش. احمد رفعت طبعا كان مفاجاه حلوه لكم. ليه احنا سايبين احمد رفعت والجمال بتاع احمد رفعت والاداء بتاع احمد رفعت والنتيجه بتاعت احمد رفعت وماسكين في ناس تانية؟ ليه احنا عايزين نعمل ترندات على ان الراجل ده بيخرج عن المألوف، عن المعتاد او المألوف زي ما انت اتفضلتي قلتي، يعني طب ما تسيب الناس يشتغل يعني. انا كشريف هتلاقيني قاعد بحط تيم، انا اللي بحط، اقول لا النهارده يلعب محمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح، تحتيهم قفشه وحمدي فتحي والسوليه كويس، و الاربعه اللي ورا بحارس المرمى اللي هم كانوا في طوكيو هتلاقيهم هم شناوي، اكرم، احمد حجازي، الونش، الباك ليفت بتاع الزمالك اللي لعب امبارح، انا كبرت ابدا كلنا بنسقط كلنا يعني الاعداد يقول لي الباك ليفت بتاع امبارح يعني انا يعني دول اللي كانوا بيلعبوا في طوكيو مع شوقي غريب ودول اللي كانوا القوام الرئيسي دول ما اتغيروش بقالهم سنه ما اتغيروش. هو برضو بالمناسبه على ذكر محمد صلاح طالما حضرتك يعني ذكرت اسمه، برضه في انتقاد ما شبه ثابت وبنسمعه في كتير من الاحيان
بيقول ان محمد صلاح في ليفربول وضع مع المنتخب وضع تاني. ما هو كمان محمد صلاح لو جه لعب في ارض قطر ما هي الدوره دي كلها اعداد لكاس العالم طبعا، احنا شايفين حاجات جميله جدا بصراحه. محمد صلاح لعب على الارض زي دي احاسبه، الاجواء دي احاسبه ان هو مش هيستنى الكوره، لا هيقدر يلعب وهيقدر يجري وهيقدر. لا ما اجيش اقول له تعالى العب في ليبيا على ارض ما تلعبش عليها كوره اصلا. ايوه بس مش اللعيب بقى اسيستنج يعني بقى بيأس يعني بيساعد بيودي. ايوه يعني مهما كان اللعيبه تجيب اجوال يعني كانت الارضيه، يعني اللعيب المحترف اللي بقيمه وقامت محمد صلاح حتى طبعا مفهوم ان الارضيه. انا كلاعب كوره بقول لك يا كريم طبعا حضرتك ادرى مني، انا وانا رايح العب على نفسي بتبقى مسدوده، ما بقاش جاي لا برضو جاي بلعب في الامارات مثلا مش هقول لك انجلترا. يا جماعه في فرق ارضيه الامارات ارضيه السعوديه ارضيه قطر ارضيه غير الارضيات اللي احنا بنلعب عليها. اللعيبه اللي حواليه يعني اللعيبه جاهزه ولا مش جاهزه زي ما انت بتقولي؟ يعني اللعيبه دي جاهزه في يعني في المعدة مش ارضيات بس، ولا انت كل يوم بتجرب عليا لعيب شكل يعني يعني باختصار حضرتك شايف ان محمد صلاح عنده ما يبرر ان هو اداؤه مع المنتخب مش بنفس قوه اداؤه مع ليفربول؟ عندك عذر الاجابه اه. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة محمد صلاح عنده من السرعة إنه ينقلك في أي ثانية وتبقى متفوق. صحيح مليون في المية. ما عنديش حاجة تانية. مليون في المية. تعامله مع الكورة من واحد واثنين ويشوط دي حسب السيتويشن، حسب الحالة، حسب اللي بيحصل اللي بيجي. يعني بالبلدي يعني أنا لو اتمسكت بثلاثة أنا او محمد صلاح مسك بثلاثه والدنيا كلها حاطه العين عليه غير يستفيد طبعا، يبقى احنا اللي مستفيدين كلنا. ما هو ده خلي العين تروح هناك. خليها كان عندنا الله يرحمه بقى مستر هيدي كوتي كان يجي يقول لنا ايه، انا خواجه انا رجليها تعبانه ومصطفى عبده متعور انت بتلعبنا ليه؟ يقول عشان انتوا امشي اتنين مره صح احنا يكسب في ال 90 دقيقه، محمد صلاح يمشي مره واحده صح. فاكر ماتش كونغو اللي احنا رحنا بيه كاس العالم هنا؟ طبعا مرتين طبعا. صحيح مشي مرتين وتريزيجيه مره جاب بينالتي وده جاب جول، وهي دي الكوره. يعني محمد صلاح محتاج اللي يمشيه. لا محمد صلاح في اي وقت يقدر يغير لك نتيجه وده بره وجوه يعني مش طبعا يعني انت عايز تقول لي ان دفاعات العالم كلها الدفاعات المصريه اقوى منها؟ لا طبعا يعني الدفاعات اللي هي الافريقيه اقوى من دفاعات العالم اللي هو بيلعب فيهم في بطوله اوروبا وفي بطوله انجلترا وجميع المحافل اللي هو بيلعب فيها. ده روق كل دفاعات العالم عشان الارض تخليه يروق اي حد. صحيح. الامكانيات هناك، الجماهير، الشكل، الاحساس، اللعيبه اللي جنبه، عشان نرجع زي ما نواند قال اللعيبه اللي جنبه بيخليك عندك قصه ثانيه خالص، انما هو مش متخاذل. لا 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 ما حدش يقدر يقول ان هو متخاذل، لا الحقيقه الروح موجوده والوطنيه ما فيش مساحه للتشكيك فيها. بس احنا في الاخر نرجع ونقول الفرق كبير بين حتى واحنا بنتفرج على محمد صلاح في الدوري الانجليزي، لا محمد صلاح لكن في الدوري في مع المنتخب هو وظروفه على حسب بقيه الناس اللي حواليه عامله ازاي، على حسب ارضيه الملعب زي ما بتقول. طبعا وغير بقى انا وانت نتكلم بالبلد كده، عنده نص ملعب هناك يوديه في اي وقت على الجول والعين عليه على طول مش عارف ايه. احنا عندنا بنلملم منتخب لسه. أوكي. انت لسه بتكلم معايا في كيروش يعني. طبعا ده بيأسس. ما هي دي النقطه اللي هو مستحمل محمد طلع معانا في الحته دي. نقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في بداية الفقرة اللي هي فكرة الانتقاد الدائم لكيروش، فكرة ان هو مش عامل يعني فين القايمة الرئيسية للمنتخب. ناس كتير لحد دلوقتي بتقول لك انا مش شايف القايمة الرئيسية. على الصعيد الثاني زي ما حضرتك ذكرت، ما هو انا دلوقتي لسه بشكل القايمة ودي زي ما بيتقال بطولة تجريبية، فما فيش استعجال ان انا اروح دلوقتي عشان اسلمك قايمة رئيسية وارضي مثلا الرأي العام في مصر. يعني هو ما بيلتفتش لده بصراحة لو تتفق معايا. ارضاء الجميع صعب يعني اكيد، وهي مسؤوليته هو، وهو لسه حسب عليها. ولحد دلوقتي الراجل وصل ناقص له مباراه على كاس العالم، وصل سيمي فاينل في بطوله العرب، لو كسب بتونس يبقى بيلعب فاينل وده انجاز كبير جدا. حقق قدام الجزائر مباراه قويه جدا بفكر جديد بلعيبه جديده. ايوه مش واخدين على بعض حتى لسه. وبعدين الحكايه بقت كلها ترندات، بمعنى يعني النهارده يجي واحد يلعب 10 دقائق ويبقى منور فيهم ويقول لك احسن لعيب وازاي نادي الزمالك مشاه ونادي الزمالك هيشتريه. دي ترندات لناس عايزه تلعب اللعبه دي.
انما الماتش اللي بعده هيعمل ايه او المستقبل بعد كده شكله فين. طيب الراجل اهو شافه وجابه من غير ما انت تشوفه، دي تحسب للراجل يعني. هي تحسب ليه بس برضو في انتقادات كتيرة برضو ممكن تكون غير مبررة، يعني احنا مش بنقول انتقادات حقية. وفكرة كمان تغيير المراكز بتاعة اللعيبة، وفكرة ان انت محمد شريف ايه اللي بيحصل معاه ده يا جماعة، ما احنا قلنا كذا مرة هو ما بيلعبش جناح، طب ماشي انت حطيت فتوح دلوقتي جناح هو ابدع. لو حضرتك كنت بتتكلم عن فتوح تقريبا برضو لما كنت بتسأل، فيعني لسه الناس مش راضية عن كان فتوح، لسه الناس مش راضية عن الشكل اللي بيلعب بيه المنتخب. يعني سواء حضرتك مع او ضد مش دي النقطة، بس لسه في ناس مش راضية عن الشكل النهائي للمنتخب المصري. انا بحس برضو يعني كمشاهد يعني ان هو بياخد اخر حاجة. محمد شريف كان اخر حاجة ايه؟ حمدي كان اخر حاجة ايه؟ مصطفى فتحي اخر حاجة ايه؟ برضو بيحاول يعمل، ما هو في ناس بتقعد تتكلم معاه برضو عايزين يشوفوا زيزو. فاول ما تحط عنصر جديد ما كانش موجود ممكن يوقف لك الحكايه. وبعدين يجي تلاقي زيزو فين؟ ناحيه الشمال. زيزو ده ما بيلعبش ناحيه الشمال، بيلعب ناحيه اليمين، يا اما هاف رايت من ناحية دي او جناح طاير، يا اما باك رايت. ففي حاجات بتحصل لك في الماتش بيبقى في عدم توفيق، ان انا اتكيف اتكيف في الحته دي مع الناس اللي حواليا. هو متوقع الى حد كبير يا كابتن شريف برضه، يعني لما تبقى انت عارف ان اللعيب الفلاني بيبدع في اليمين ما تخطوش بقى في الشمال والعكس. رجعه هو فاهم قصدي يعني الولد رجع لوحده يعني النتيجه بالظبط كده بحكم يعني العاده. يعني ده اللي عايز اقوله لك، ان في خطوات بتبقى شبه معروف. اقول لك على حاجه، اول مره لعبت مع النادي الاهلي ماتش في افريقيا، انا اول ماتش في حياتي مع الدرجه الاولى، لعبوني بدل كابتن مصطفى عبده كان متعور. لعبوني تاني تايم كده ناحيه اليمين، قعدت ربع ساعه ما بستلمش كوره اصلا. اول ما نقلت الناحيه بتاعتي ناحيه الشمال رحت جايب جول. دي انا عملتها لوحدي، ما في ساعات بيبقى لسه. وبعد كده بقيت ادي ناحيه اليمين كويس قوي، يعني بتبقى لسه عليك الحكايه او انت نفسيا مش متقبلها. ليه انا ما العبش في مكاني؟ في مكاني ليه انا مش عارف ايه؟ وبعدين الظروف كمان، انا ككوتش حكماني ان انا لازم ادي كده، لازم اعمل كده، ما انا ما عنديش. امبارح احنا كلنا قاعدين نقول هو هيغير مين؟ ما عندوش حد. هي التغييرات اصلا هي اللي الناس كلها بتبقى قاعده مركزه مع التغييرات بتاعتك، والتغييرات هي اللي كسبتك. الراجل اللي نزله المره اللي فاتت الصغير اللي كان عندنا في الاهلي وراح ورجع انت ممكن يكون عندك لعيب ويروح زي الشناوي كده ويروح ويلعب ويرجع لك تاني، يبقى احسن حارس في النادي الافريقي واحسن حارس فاعاره يعني منتخب مصر. يروح يلعب بعيد عنك ويرجع تاني. دي الكرة، هي دي الكرة. لو هنشتغل بشكل احترافي لازم يعني نستوعب ونقبل اي شكل، ونوبديز بيرفكت في العالم، يعني مفيش حد في الكمال للعالم وحده، والادارات والشكل اللي بيبقى موجود يعني موروثات لكل واحد بيسلم، وبنتعلم يا كريم من اخطائنا اللي قبل كده. يعني مش هو الحقيقة طبعا كلام منطقي جدا، بس الواحد برضو ايه يصعب عليه، احنا برضو عهدنا بمنتخب مصر في عصور وازمنه. انا عجبني الراجل ده كريم، وماله احنا مش بنشكك في جودته على فكره، بس احنا بنتكلم على شكل عام في حد ادنى من الطرديه للمشاهدين، وهم بيبقوا قاعدين بيتفرجوا برضو عندهم حد ادنى من الثقه في المنتخب اللي بيلعب. يعني يجوا هم يحطوا بقى فرقه ويشغلونا الفتره الجايه دي ويدخلونا كاس عالم. يعني حضرتك شايف ان المنتخب الحالي بنفس قوه منتخب مصر مثلا من 7-8 سنين؟ لسه يعني لسه لم يتضح يمكن فعلا والله حتى هذه اللحظه نقدر نقول مستقبل احسن. مستقبل ليه؟ لان انت لو ما فكرتش انك تعتمد على من سن 23 ل 26 سنه 27 سنه في منتخبك، لو لسه هتدور على عبد الله السعيد يقود البلاي ميكر، طب انت راجل فعلا احنا في 5000 سنه حضاره، يعني انت بترجع مش بتطلع. اذا مش هتولد حد جنب قفشه يكون في المكان ده، و ايه الابهار اللي فيه ما شاء الله الله اكبر السوليه ده، مش هذا الرجل يعني المسؤوليه؟ فاتضح لي انا وانا بتفرج، انا عيني غير عين اي حد ان السوليه ده بتاع مسؤوليه، بتاع مسؤوليه يعني قائد وبتاع مسؤوليه وبيتزحلق. انا ما شفتوش بيلعب الكلام ده غير انه بقى عنده حس داخل الملعب هيبقى في البطولات. النادي الاهلي ما بيلعبش غير على البطولات صحيح، يعني مزروع مع السوليه بيعمل يعني عنده تحدي نفسي مع نفسه في كل مباراه، ممنوع تعادل. الروح دي بثت في المنتخب.
عين ده واحد امبارح قاعد جنبي بيقول لي يعني هو هيلعب محمد شريف؟ قلت له اه. قال لي طب فين قفشه بقى؟ قلت له طب ليه قفشه بقى؟ قال لي عشان امال مين هيشغل محمد شريف؟ الله. وفعلا لو تبص في الملعب كده قلت له لا 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 ده احنا بينا كلنا. ايوه انت عندك الشعب كله بيحط تشكيله خلاص بقى هتتكلم مع مين ولا مين ومع مين؟ يعني كل واحد عارف الشيء لزوم الشيء طبعا كمان، ودي حاجه حضاريه جدا انك انت وانت قاعد بتتفرج بتبقى عندك الشكل ده من الدعم. انما ما بحبش يبقى عندك اجهزه شغاله في بنايه بناء فريق وانت تقول طب احنا عندنا مين؟ ما احنا لا بنلعب. نكمل بعد الفاصل بقى. اه يلا بينا. لا هيمشونا كلنا. نشرب فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بحضراتكم، عوده من جديد لفقرات الحواريه اللي مشرفنا من خلالها كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق، واللي بنتكلم معاه في كتير من الملفات الحقيقه. بس طبعا يعني اتكلمنا الوقت الاطول لغايه دلوقتي على المنتخب، نروح بقى شويه للنادي الاهلي وممكن نرجع تاني للمنتخب. هنروح ونيجي كده معاك. المنتخب خد كده زي الفل. خش على الاهلي. الاهلي طبعا يعني عنده تحديات قويه جدا الفتره دي ما بين لعيبته اللي مشاركين في كاس العرب وما بين مشاركه النادي الاهلي في الامم الافريقيه ثم عوده للدوري ثم المباراه المفصله المؤهله. يعني في معترك شديد ملفات. اه شايف ان الوضع هيبقى عامل ازاي في ظل الضغطه دي كلها؟ وتالي بنرجع بنقول تضارب المواعيد بين البطولات اللي بيشارك فيها لعيبه النادي الاهلي، شايف الملف ده ازاي؟ تضافر الايدي كلها مع الجهاز الفني. يعني الناس كتير قوي بعتالي كابتن خطيب عمل ناس بقى في الكوره زي كابتن حسام غالي. الناس لحد دلوقتي كابتن خطيب لازم يكون مع الفرقه في كل حته. كابتن خطيب بيدي داعم جامد جدا للفرقه، فده دعم برضو من شكل من الاشكال اللي بتبقى جنب اللعيبه وبتطمنها. اللعيبه نفسها اديك شفت انت عندك 8 لعيبه متعورين، فلازم نعمل تدعيم للراجل يشتغل، الراجل يفكر، الراجل هو المسؤول عندنا موسيماني طبعا. يعني لازم نقف كلنا نقف جنبه، وبرضو نرجع الكمال لله وحده، يعني مش كل حاجه. ادي عمل مباراه حبيه لازم يشوف الدنيا فيها ايه قويه مع فرقه قويه، ومش عايز اقول ان كان المباراه فيها اجريسيف يعني او فيها لا مباراه قويه انت هتقابلها في قطر قدام الرجاء. يعني مش حاجات كتير قوي مطلوبه، تدعيمات مطلوبه جدا ان احنا نسيب الناس تشتغل. لو في اي حد بيعمل ديستورش عليك او بيلغوش بقى زي ما بيقولوا كده عشان لازم يبعد. هو في حد بيلغوش عليه من وجهه نظرك؟ لا مش حكايه كده، انا مش عايز الكل يتدخل في ما لا يعنيه. ده مسؤوليه ناس معينه جهاز فني يشتغل نساعده كلنا بكل قوتنا من كل الاجهزه اللي موجوده في المؤسسه. هو ده النجاح، هو ده اللي انت بتبحث فيه عن ان شاء الله في بدايه عهد جديد للمجلس الجديد ده بتبقى فيه بطوله طبعا ان شاء الله تبقى طبعا موجوده لازم. باذن الله، ودي حاجه مهمه جدا مع كم البطولات الثانيه في جميع اللعبات. يعني فالدنيا ماشيه، فكلنا نبقى باصين للنادي الاهلي ان هو زي ما احنا اتكلمنا في الاول هو الواجهه الجميله جدا اللي بتعمل بهجه وبتعمل سرور وبتحقق بطولات فالناس كلها اللي موجوده في المؤسسه بتلعب على كده، وانتوا اول ناس يعني اشكرك والله شهاده عزيزه. لا كابتن شريف فعلا يعني مش عايزين ان احنا نسمع تاني اللي سمعناه قبل كده من يعني مبررات في الموسم اللي فات، فكره هنا الضغط غياب اصابات اصل انا عندي لعيبه دوليه برده مضغوطه جامد هتبقى مش موجوده، حاجات زي كده كلها ربما تكون اكيد يعني مؤثره، ولكن مش عايزين ان هي تبقى بعد كده معانا في اي اخفاق يحصل لا قدر الله. يعني هتفضلي طول عمرك تسمعي كده، هنفضل طول عمرنا نسمع ده موضوع كبير، هتفضلي طول عمرك تشوفي اصابات وتعالجي. ما يبقاش مبررات لمثلا اخفاق، هتعملي ايه طيب؟ يعني هتعملي ايه؟ واحنا مش كنا دايما بنقول وبالذات في الفتره الاخيره ان النادي الاهلي قوامه مكتمل وعندك كل لعيب في مركز البدايل؟ العين ما شاء الله يعني. يعني شايف ان احنا اتحسدنا؟ لا والله بتتحسد عادي جدا انك تتحسد، يعني يقع منك 4 5 6 7 لعيبه
وثلاثه في المنتخب وهنا خمسه والله ثمان لعيبه وتيجي تقول لي اصل القوائم عامل ايه انا كمدير فني عامل ايه ان شاء الله يعني غياب اللعيبه اما اجي الصبح بسمع في الراديو ان احمد عبد القادر عنده في الضمه مش عارف ايه ولعيبه متولي مش عارف يرجع تاني بقاله ما لعبش 10 ماتشات في حياته مع النادي الاهلي من ساعه ما جه ولعيبه تروح المنتخب اللي يجي له في ما هو ده ضغط نفسي على اللعيب كله وبيحارب في بطوله هنا وبيحارب في منتخبات ويخش جوه المنتخب ويرجع من المنتخب وضغوط نفسيه على اللعيبه كلها ده غير السوشيال ميديا اللي تعملك كده في ثانيه زي ما قلت لك ترند وهوب لو بصيت بصه غلط او نتيجه الماتش طلعت سلبيه تدفع ثمنها انت مين انت صحيح. الهد انت اللي باين في الحكايه يعني على طول تلاقي اي حاجه تحصل يجيبوا سيره شريف وقفشه في حد تاني بنسمع عنه يتكلموا على حد تاني انا مش شايف حد تاني هو الجماهير بيحملوه مسؤوليه المنتخب ده او طبيعه المشجع المصري اختلفت عن زمان نتيجه المستجدات والتكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي يعني كان زمان يعني اقولها لك بالبلدي كان في زمان دايما راي شبه ثابت للناس في كل لعيب على حده ودايما اللعيب مش بيخذلهم ولا بيغير رايهم فيه لكن دلوقتي على حد تعبير حضرتك ممكن تلاقي الجماهير كلها رافعه بلعيب معين سابع سما ولو الماتش اللي بعديها الاداء نص كم يقول لك ده ايه ده ضايع اساسا ما كان برينس امبارح النهارده بقى ضايع ما هو الاعلام هو اللي بيخليه لك ترند ما يلعب لي 10 دقايق وباصي باصتين كويسين وما فيش وبكره الصبح يبقى ترند لمصلحه مين يعني انا ما اعرفش هناك كمان زمان بقى كان في كوتشات كوتش يصر ان اللعيب ده يبقى موجود وفي حاجه اسمها قوام اساسي ال11 دول هم الاساسيين واللي قاعدين بره اقوياء جدا ما يقولوش واسماء لو اقولهم لك لحد النهارده اسماء عملوا يعني عملوا تاريخ بس كان كله عارف ان ده 40 دقيقه ده 60 دقيقه ده يبتدي لازم لانه عنده الثقه ان هو يخلص المباراه بدري احنا كان لازم نخلص المباراه في اول 10 دقائق مش احنا النادي الاهلي بس اي فرقه كانت في مصر زمان يعني بس كان في كوتشات عندهم المفهوم ده وعندهم المبدا ده والناس ما كانتش تعرف حاجه غير اللي بيقدموه اللعيبه في الملعب انا اقدر اقول لك ان زمان كان اتحاد اسكندريه فيه 2 3 في المنتخب المنصوره 5 خد بالك كل منتخبات مصر المحله 4 وفي وقت من الاوقات محله كانت منتخب مصر كلها يا سلام كل الفرق دي كانت بتخدم لمصلحه مصر طبعا اهلي والزمالك تلاقي الهيد اللي هم فيهم هم علي خليل وحسن شحاته وفاروق عبد الخطيب ومصطفى عبده وطارق الشيخ ومختار ده غير الديفنس بتاع الاهلي كان هو كله بيخش عليهم بدير بقى وسطوحي في الجول والاجوال كان عندك قاعده فظيعه بقت الناس ساتسفايد طبعا الناس متشبعه طبعا. الناس ما عندهاش مشكله في الفراوده قدام ده لو فلان وقع هنلاقي حمد نوح والبابلي والجارم وعندنا اسماء كنت تقعد تتفرج عليها كده حتى وانا بلعب قدامهم كنت احب اتفرج عليهم فيعني دلوقتي اخر كلمه الناس بقت عارفه كل حاجه عارفه ده بياكل ايه وبيشرب ايه وبياخد كام ده بيبصوا لصلاح هناك بيعدوا له كل يوم طبعا. الدنيا عامله ازاي فهمتني ازاي وكله عايز عياله يبقى لعيبه كره وكله شايف عياله احسن لعيبه كره في العالم وكل واحد عايز يبقى فورة الدور من حق مشروع ان انا اشوف ابني بس انا اشوف السكه اللي عشان تطلع منها في تعب وفي اصرار طبعا. وفي الاعلان اللي بيعمله محمد صلاح ده وهو صغير كان بيجري وبيعمل من اجمل الحاجات اللي انا بشوفها في السيره الذاتيه لاي حد انك انت ما بتروحش كده ما بتجيش معاك كده لا احنا عندنا بنشوف قطاع الناشئين ده انا بسمع قصص يعني بيسافروا محافظات كل يوم ويرجعوا علشان التدريب وحاجات لا يعني احتكاك لابطال اوريدي الاهلي زي ما بتقول هوان عشان ابنيه عشان يبني نفسه فهي مراحل لازم اعدي فيها عشان يبقى عندي خبرات كبيره قوي اقدر اخدم هنا او هنا او هنا او هنا وفي الاخر كله مصلحه البلد كلها طبعا صحيح طب لو احنا اتكلمنا وقارنا شويه لو تسمح يعني ومنتهى الصراحه يعني قارن لي كده بين مش هقول بس منتخب بين اللعيبه بتوعنا وبعضها يعني بتشوف مين لحد دلوقتي الافضل في منتخب مصر مش مهم في الاهلي في منتخب مصر لاعب الافضل حاليا ومين من وجهه نظرك برضو كابتن شريف بصراحه ليس الافضل وكان متوقع منه افضل من كده انا ده المنتخب بتاع طوكيو بتاع شوقي غريب ده انا كنت شايف ان احنا لازم نهتم بيه جميعا
يعني كل اللعيبه اللي كانت موجوده دي لازم يحصل عليهم تسليط الضوء والتركيز عليهم ونديهم كتير جدا. الفرقه دي انا خلاص يعني بعد ما الخبرات حصلت انا شايف ان الاولاد اللي بيجروا في الملعب كتير الكره بتجيلهم كتير قوي في رجليهم يقدروا ينفذوا زي ماتش الجزائر. الجزائر وقعت منك انك واقف على رجليك في الملعب. واقف على رجليك يعني مش واحد عنده 36 سنه وواحد عنده 38 سنه وواحد عنده 34 سنه و نجم وعنده كوره وكل حاجه بس مش قد بتوع العامل البدني مش قد العامل البدني بتاع الجزائر ولا قد تصرفات الجزائر ولا قد فرقه زي الجزائر. الجزائر عنده مستوى تاني تحفه يعني واقفين على رجليهم كويس قوي وعايزين يلعبوا عايزين يثبتوا كل حاجه. فالمغرب نفس الشيء. ما جاوبتنيش على ايه سؤالي؟ ما انا لسه جاي لك. عشان ما انا جاوبت بس انت انا جاوبت بس الجواب ما عجبكيش. انا لا والله ما جاوبتش حاجه. الفرقه بتاعه شوقي غريب دي لا انا بتكلم دلوقتي اديني اسم انا عايزه اسم. هو رمضان صبحي راح فين؟ ناس كتير سالت السؤال ده. ده سؤال كويس قوي. ناس كتير سالت السؤال ده. ده اللي انت نص السؤال اللي انت قلتيه. طيب. ولعيب كان المفروض يبقى موجود ومش موجود. تمام. راح فين؟ بيفكر ازاي؟ ازاي مش في بؤره الضوء قدام ال غريبه فعلا فعلا غريبه. لعيب في الحته دي بيعرف يوصلك في ثانيه طبعا انك ويهجم على اي ديفنس ويهز اي دفاع فلازم يبقى من احد اللعيبه اللي انت مسالني عنها يعني. حسام حسن بتاعنا اللي احنا جايبينه من سموحه لازم يشتغل جامد قوي على نفسه. يعني ده في الحته دي خطر جدا اللعيب ده. وبعدين اديك شايف مروان ما عندكش حته انت تبينها خليك في المنطقه دي برده جنب مروان وجنب محمد مصطفى محمد هو المفروض انه عندي انا شايف كوكا ومروان حمدي كوبي يعني كوبي شخصيه واحده قدامي انت فهمتني. طب ما انت يا حسام تفكر في موسيماني يحطك على طول ما هو التاني مش هياخد الا ما ده يلعب صح طبعا فاجبر اللي قدامك صح. فانا لو هقعد اعدلك اللعيبه اللي موجوده في مصر انها تبقى موجوده في المنتخبات هو بيرجع للاعب نفسه صح الراجل وعمل عليه بقى نافذ على على الدوري وبياخد ناس احنا ما بنسمعش عنها. الراجل جاب جول امبارح ده انا عارف انه كان ابننا في الاهلي وراح ورجع بس ان انا اشوفه بيخش جوه 18 وبيعمل وبيشاغب وبتعمل ببدايه جيده جدا يعني طبعا. فعايزين اللعيبه كلها تبقى كده يعني ده يعني لا رد حلو على فكره بجد رد كويس جدا. بس انا قلت لك برده الفرقه بتاعت شوقي غريب دي هم بيلعبوا هم الخمسه ورا بالاضافه لفتوح اللي احنا كنا وعلى كل حال هو كده كده ان شاء الله للحديث بقيه لان احنا خلاص للاسف انا بستمتع بيكم والله ربنا يخليكم ربنا ما اكونش تقيل عليكم. لا بالعكس انت بتساعدنا وتنورنا بشكرك على وجودك والله نورتنا بجد ونشوفك في النادي بقى نشوفك في النادي ان شاء الله. انا هودي فريق الشمس شخص عزيز عليكم كلنا لا اشوفك على خير على طول بتدعمينا في كل حته لا والله انتوا اللي بتشرفونا والله بجد اتفضل يا فندم انت شايفه كده؟ والله يلا نشوفكم على خير بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين يتجدد لقائنا وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي صباح الفل عليكم.